الآن أنا أهل أهل للوطن، الآن أنا أبدع ومهتم. أنت المعين والله يعلي شأنها، أنت الكويت مالها والله يعلي شأنها، أنت الكويت مالها والله يعلي شأنها. الغايتي الغايتي عنوانها الله الوطن الأمين. الغايتي الغايتي عنوانها الله الوطن. اعتبرت حاليا طبقت حاليا بخصوص. اعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير وارحب فيكم في برنامجكم الاسبوعي الامن والمواطن. حلقتنا لهذا الاسبوع راح نسلط الضوء على الاداره العامه في المباحث الجنائيه واداره الجرائم الالكترونيه. دائما نسمع عن كثير من التساؤلات عن اداره الجرائم الالكترونيه، طريقه تقديم الشكوى او الاستفسار من اداره الجرائم الالكترونيه. ونتعرف على هذا السؤال معانا النقيب علي البدر من جرائم الكترونية. رحب فيك النقيب علي. نبي طريقة تقديم الشكوى أو الاستفسار من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية. طبعا طريقة تقديم الشكوى في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هي طريقة سلسة. إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هي إدارة حالها حال أي إدارة في وزارة الداخلية. يقدر المراجع سواء المواطن أو المقيم يحضر عندنا مع أوراقه اللي يشوف إن فيها جريمة يقدمها لنا، يتم التدقيق عليها. إذا كان في هناك جريمة يتم مباشرة العمل في هذه القضية، إذا لم يكن هناك جريمة نوجهها للاتجاه الصحيح لأي إدارة مختصة في هذا الأمر. وعندنا كذلك الرد على الاستفسارات للمواطنين والمقيمين.
في عندنا فريق فني تقني من المهندسين والمهندسات، وعندنا ضباط محترفين في الرد على الاستفسارات لجميع الناس. بالنسبة للشكاوي، أنا أتكلم للنقيب علي، شنو اللي يمثل يعني شكوى صحيحة؟ يعني الناس مثلا في هل التعليقات الحين مثلا يقول في ناس كثير ما تدري، تقول انا مثلا اذا في تعليق مثلا بالانستغرام ولا بتويتر انا علقت هذا التعليق، هل هذا التعليق يسبب لي جرم مثلا اذا انا اخطات على الشخص او مثلا شيء كذا في القلب؟ التعليقات اغلبها تكون واضحه، اساءات صريحه واضحه، لكن اذا كان هناك تعليقات فيها شك معين يتم التواصل مع النيابه يعني بشكل مباشر وسؤالهم عن التعليق هذا هل يشك او لا. يعني بالنسبه للشكاوي مثلا، ودنا نتكلم على في كثير من الناس يقول انا والله ما ادري ان هذه تسبب مثلا جريمه، او ان مثلا سويت تغريده سويت شيء رد، في كثير من الناس ما يعرف يقول انا ما اعرف والله ان هذه تسبب جريمه. ودي تكلمنا على القضايا اللي قاعد توصلكم بشكل يومي وقاعد تشكل جريمه. طبعا في قضايا المساس بالكرامه الكثير منها يجينا يوميا، في قضايا التهديد كذلك. مثل شنو مساس بالكرامه؟ مساس بالكرامه اللي هي الاساءه الصريحه الواضحه اللي تتوجه ل تعليقات كذلك، وكذلك في بعد مقاطع الفيديو والصور، ان واحد يركب فيديو مثلا او ينشر فيديو لشخص ما من غير علمه ورضاه، تعتبر هذه جريمه تشهير ويعني يحاسب عليها قانونيا. نعم، والتعليقات اللي قاعد مثلا نشوف احنا مثلا بالتويتر والانستغرام، الناس مثلا قاعد تكتب تعليقات، هل هذا التعليق مثلا يسبب مثلا قلت رايي مثلا في 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 في, في نقطه معينه، هل هذا يشكل جريمه؟ طبعا الراي يعني اذا كان لا وجود اللي ما يمس الشخص ولا بشرفه ولا بسمعته ولا شيء، هذا يعتبر راي الكل يقول عادي، لكن اذا كان في اساءه صريحه وواضحه اكيد تشكل جريمه. نعم. بالنسبه لتقديم الشكوى، وين الاماكن اللي انا اقدر اقدم فيها الشكوى بالنسبه للشكوى اللي خاصه في الجار التوني؟ هل عن طريق مراجعتكم في اداره المواثيق الجنائيه، او انه في المخافر واداره المباحث المخافر اللي موجود؟ طبعا هناك عده اختصاصات. نعم. عندنا احنا كاداره مكافحه الجرائم الالكترونيه يقدر الشخص يتقدم اذا كان الجريمه اللي تعرض لها انتشرت امام الملأ. نعم. في مثلا مقطع فيديو انتشر امام الملأ، اما اذا كان هناك الاساءه تعرض لها في عن طريق المحادثات الخاصه بينه وبين شخص ما على الواتساب مثلا او الدايركت على الخاص، هذا يتجه فيه الى المخفر الى التحقيقات. يعني بالنسبه لشيء شخصي كمثل واتساب بيني وبينك او مسج او شيء شخصي ما انتشر الى الملأ او الى الناس العامه، هذا عن طريق المخفر. اما اذا انتقل هذا الانتشار من خلال المواقع التواصل الاجتماعي يكون عن طريق الجرائم الالكترونيه. زين، وين يمركم؟ شو طريقة اني انا ادخل المباحث الجنائية؟ دائما الناس في عندها تقول مباحث جنائية وصعب دخول او صعب اللي انا اقدر اروح هناك، شلون طريقة؟ لا طبعا احنا نحب نطمن المواطنين المقيمين ان ادارتنا يعني بابها مفتوح للكل، نستقبل الناس يوميا في ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في جنوب السرة منطقة الزهرة، نستقبل الناس ونرد على استفساراتهم وناخذ شكاويهم ننظر فيها ويعني نوجه الناس. النقيب علي، ودنا تقول نصيحة، يمكن احنا من خلال تواجدنا اليوم في كل ضابط او كل مسؤول في الإدارة هذا نحب انه يوجه نصيحة ويوجه رسالة، لان دائما انتم قاعد تمر عليكم شكاوي وقاعد تمر عليكم قضايا، فودنا توجه رسالة توعوية او رسالة نصح الى المشاهدين. انصح الناس ان يتجنبون التعليقات المسيئة، يتجنبون نشر مقاطع فيديو من غير علم او رضا الشخص الاخر اللي واضح في مقطع الفيديو، ويعني احاول ان تنتقي المفردات اللائقه في التعليق في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الشكر لك نقيب علي البدر، وان شاء الله نحاول من خلال يوم لقائنا ومن خلال تواجدنا معاكم نوصل الرساله كامله لاخواننا المواطنين. كل الشكر لك. اعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين في حلقتنا اليوم، وممكن حلقتنا اليوم كان فيها تركيز كبير على الجرائم الالكترونيه وشنو معنات الجرائم الالكترونيه. لازلنا مستمرين، تابعونا. أعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين في حلقتنا اليوم في إدارة الجرائم الإلكترونية، ومعانا ملازم مهندس ضحى التركماني. أرحب فيك مهندس. يا هلا فيك ملازم ضحى. احنا يمكن اليوم في خلال جولتنا
شفنا دور كبير قاعد يقومون فيه، ودور ودي أنا اليوم بالدور هذا نبين للناس اللي هو دور تعاونكم مع أخوانكم المواطنين والمقيمين من خلال الشكاوي اللي قاعد يوصلكم في الإدارة. ودي تكلمينا على هذا الدور. نعم، احنا تقريبا يوميا يتم استقبال الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، نحل فيها مشاكلهم أو نسجل فيها شكاويهم. طبعا أغلب المراجعات اللي تينا يكون اللي هي الاختراقات، سواء اختراق برنامج سناب، الواتساب، انستغرام أو أيا كان البرنامج. احنا هني بدورنا نقوم من خلال الموظفين اللي عندنا او الضباط، نقوم باسترجاعات الحسابات. وعندنا هم من الجانب التوعوي، ان نوعي الشخص او الشاكي لما نينا ان نحرص ان هو يكون انفعل حساباته بالطريقه الصحيحه، اللي هي ربطها من خلال رقم هاتف، ايميل، وتفعيل خاصية التو فاكتور اوثنتيكيشن اللي هو التحقق الثنائي. هذه الأشياء إذا تم توافرها بكل حساب على موقع التواصل الاجتماعي، هذا يحمي المستخدم من أي اختراق ممكن أنه يحصل له مستقبلا. فإحنا دائما حريصين على توعية الجمهور اللي نستقبلهم يوميا أنه يتم استخدام هذه الخطوات على أساس يفعلون ويأمنون حساباتهم فيها. ملازمة ضحى، نبي نعرف شلون طريقة، يعني مثلا شلون طريقة الاختراق، شلون قاعد يخترقون الحسابات؟ ودي تعطينا مفصل يعني بالنسبة للواتساب، شلون قاعد يخترق بالنسبة للإنستغرام، بالنسبة للسناب شات، شلون طريقة الاختراق؟ طريقة الاختراقات معدودة. اولا مثلا انا ممكن اشارك حساباتي مع شخص ثاني، ممكن انا اكون واثق فيه بس مثلا مع الايام هو يخترق حسابي. هذه طريقه يعني غالبا مثل ما نقول انه ما نشوفها. الطريقه الثانيه اللي هي تتم عن طريق اللينكات، مثلا انا اضغط لينك يقول لك مثلا انضم حق هالمجموعه هذه، احنا نقدم مثلا كوبونات او عروض او نصائح او ايا كان، بس يتم ضغط هذا اللينك. طبعا يتم اختراق مثلا الواتساب او السناب في حاله واحده يتم اختراقها، اللي هو اذا ما كان مفعلين اللي هي خاصيه التو فاكتور اوثنتيكيشن. اما في حال اذا كنت انا مامن حسابي وحاولوا انه يخترقونه، راح يطلبون اللي مني اللي هو رمز الاو تي بي اللي هو وان تايم باسورد. طبعا هذا الرمز احنا ما نشاركه مع احد، خاص فيني أنا، إلا إذا أنا تم طلبه عن طريقي أنا اللي مثلاً بغير إعدادات في إعدادات الحساب، بغير الباسورد أو بغير شيء. أما إذا تم طلبه أو وصلتني رسالة وأنا مو مقدم هالطلب ووصلني رقم مجهول أو رقم قال لي حالياً راح توصل لك رسالة أو رقم من يعني رسالة من 4 أرقام عطني إياه، طبعاً هني أعرف تماماً إن هذا شخص يحاول يخترق حسابك. في حال أنا ضغط على هاللينك وما كنت مفعل هالخاصية، راح يتم اختراق الحساب في نفس الوقت. إحنا هني دورنا نقوم بمحاولة استرجاع الحساب. طبعاً لما يجينا الشاكي أو الشخص اللي جاي يقدم بلاغ إن أنا تم اختراق مثلاً حسابي في السناب شات، أول شيء نسأله هل حسابك مربوط في رقم هاتف معين؟ هل حسابك مربوط في إيميل؟ في حال إنه كان مربوط في إيميل وهو مو عارف إنه يستخدم هذا الإيميل أو يفتحه، مثلا يقول والله أنا رابطة لكن أنا ما أعرف الباسورد ماله، في هالحالة إحنا يعني راح نواجه صعوبة إن إحنا نرد الحساب. حتى لو تم مخاطبة الشركة ممكن تقول أوكي أنت مثلا أنا راح أرسلك إيميل حاليا على الإيميل اللي مربوط فيه للتحقق منه إن أنت صاحب ومستخدم هذا الحساب، لكن في حالة أنت ما عندك الصلاحية أو ما عندك مثلا الباسورد اللي تقدر تدخل فيه على الإيميل، إحنا هني ما نقدر نسوي شيء. في أما إذا كان مربوط فيه رقم راح توصل لك رسالة تحقق من خلالها إحنا نقدر نرجع الحساب. شنو آخر القضايا اللي وصلت لك أنتين خلال اللي مرت عليك، يعني أو أكثر القضايا اللي مرت عليك في الفترة الأخيرة؟ أغلبها اختراقات السناب. نعم، اختراقات السناب اللي هي تتم عن طريق لينكات في برنامج التواصل الاجتماعي إنستغرام، مثل ما ذكرت قبل شوي اللي هو تعال انضم معنا حق مجموعة أو جروب، ويتم من خلالها اختراق الواتساب. ملازم مهندس ضحى تركماني، كلمة أو توعية تحبين توجهينها إلى أخواننا المشاهدين،
كانوا بنات، خاصة يمكن شفنا أكثر الاختراقات اللي قاعد تصير في سناب شات ولا بالإنستغرام، وده توجهين نصيحة أو توعية لهم؟ طبعاً يعني النصيحة الأولى واللي إحنا دائماً نكررها، أمنوا حساباتكم، ربطوها برقم تليفونات أنتوا قادرين تصلون لها، لا تربطها مثلاً، أغلب الناس يقومون يربطون حساباتهم بأرقام واي فاي، رقم الواي فاي، هذا الشيء غلط. احنا نبي يربطونه بمعلومات وحسابات صحيحه، اربطه بايميل انت قادر مثلا تستخدمه او عارف باسورده، فعلوا خاصيه التحقق الثنائي اللي هو تو فاكتور اوثنتيكيشن، سواء في برنامج الواتساب او سواء في برنامج سناب. احنا دائما نحرص على خواتنا وخاصه البنات لما يبون يصورون بسناب شات، لا تحفظون صوركم الشخصيه في البرنامج، عاده غيروا الاعدادات وحفظوها دايركت اللي هو في الاستديو الخاص بالتليفون، لا تحفظون صوركم الشخصيه عاده، حتى لو الانسان يعني كان واعي، ساعات الانسان يكون في غفله، فممكن يعني بغلطة أو مثلاً يعني مثل ما يقولون زلة، ممكن هو يكون غافل عن الشيء اللي قاعد يسويه. فإحنا دائماً نوعي الناس إن لا تشاركون معلوماتكم، لا تعطون، لا تربطون حساباتكم مع حسابات أو بيانات غير فعالة، ربطوها ببيانات صحيحة، حتى إحنا باكر لو الله لا يقول لا سمح الله صار في اختراق، إحنا نقدر نساعد ونقدم المساعدة اللي هم يبونها. كل الشكر لك ملازم ضحى، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله إحنا من خلالكم برنامج اليوم ونوصل رسالة توعوية إلى أخواننا المشاهدين. كل شكر لك. أعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين في إدارة الجرائم الإلكترونية، تابعونا. أرحب فيك ملازم عبد العزيز العميري من إدارة الجرائم الإلكترونية. أبيك تكلمنا على، إحنا يمكن في الآونة الأخيرة لاحظنا في شيء منتشر اللي هو الانتحال الشخصية. تشوف واحد حاط صورة شخص ثاني في الواتساب، صورته الشخصية بروفايل إنه هو يمثل هذا الشخص. فأنا بتكلم عن هذا الجريمة اللي منتشرة في الآونة الأخيرة. صحيح، جريمة منتشرة في الآونة الأخيرة طبعاً في جميع برامج التواصل الاجتماعي المختلفة. نعم. شخص يقوم يأخذ صورة ويحطها إنه هو يمثل، إنه هو أنا ك متع شخصيه فلان. نعم. فانت عليك اذا انت شفت هذا الشيء لابد ان تيجي اداره الجرائم الالكترونيه وتبلغ، لان اذا ما بلغت ممكن هذا الشخص يرتكب جريمه وانت بعدها تحاسب على هذا الشيء. نعم. فيفضل على طول من تعلم ان في شيء تثبت الادله الموجوده عندك وتيجي لاداره الجرائم الالكترونيه وتبلغ وتعطيهم الادله، واحنا نقوم بالواجب ونبلغ البرامج التواصل الاجتماعي ويتم الإغلاق على طول. قاعد توصلكم جرائم كثيرة من الأمور هذه؟ أي نعم، كثيرة كثيرة. زين، أنا شنو يعني أنا دور يعني مثلاً، أنا مثلاً ما أدري إن مثلاً الشخص هذا منتحل الشخصية من خلال الواتساب ولا ما أدري، والشخص هذا ارتكب جريمة وأنا ما كان عندي علم، هل أنا حاسب؟ لأن ما عندي علم في إن الشخص هذا استغل صورتي مثلاً وحطها في الواتساب وكلم شخص وارتكب مثلاً جريمة، هل أتحاسب عليها ولا يتم استدعائي والتأكد مني؟ طبيعي 100% راح يتم استدعائك. نعم. وأنت تقدم أدلتك وإحنا راح نبحث في الحساب. بالضبط، وإحنا راح نبحث في إدارة الجرائم الإلكترونية إن هل أنت لك ما تعرف الشخص هذا أو لا. بالضبط. زين، نصيحة تحب توجهها من خلال هذه الجزئية حق أخواننا المشاهدين؟ أنا للأمانة أقدم نصيحة للجميع إنه يفعل خاصية التحقق الثنائي. نعم. لأن هذه خاصية التحقق الثنائي تفيد الجميع وتربط جميع وسائل التواصل الاجتماعي برقم تلفونك الخاص، فما يقدر أي شخص يخترق هذا الشيء إلا عن طريقك، وراح يوصل لك رسالة تنبيه، فيفضل أن الجميع يربط رقم تلفونه في جميع برامج التواصل الاجتماعي. كل الشكر لك ملازم عبد العزيز، وإن شاء الله نتمنى يعني رسالتك توصل لإخواننا المشاهدين. يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين، تابعوا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى آخر فقرة في حلقتنا اليوم، وراح تكون الفقرة هذه فقرة مهمة، وأتمنى أولياء الأمور ينتبهون على هذه الفقرة، خاصة في حماية الأطفال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وراح يكون ضيفي المقدم عمار صراف. راح فيك المقدم عمار. حياك الله سيد العقيد ناصر.
قدم عمار. هذه الفقرة أنا يعني أسميها فقرة مهمة، وفقرة تهم يعني مو تهم كل الشرائح، حفاظ على أبنائهم. إحنا عارفين الآن العيال أو الأبناء توجه كبير على السوشيال ميديا، على الأيباد، على فالأطفال على الجيمز، فودنا تواجدنا وياك اليوم تعطينا جميع الأمور اللي أولياء الأمور يقدرون يأخذونها لحماية أطفالهم. صحيح. بالتالي في البداية نشكر الإدارة العامة للعلاقات العامة على استضافتها لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. عيالنا مثل ما هم عيالكم هم عيالنا، فمن وسائل الحماية هناك وسائل عديدة مختلفة نحب نركز عليها. أول شيء موضوع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أنا بالتأكيد ما أقدر أخلي ولدي ما عنده آيباد اليوم أو آيفون أبي أتواصل معاه، فمن الضروري اللي أنا أشوفه كدوري أنا كولي أمر إني أتأكد من أن الحسابات اللي يخلقها هي حسابات هو بالذات، ما تكون حسابات أخرى وحساب مو ماله هو داش في حساب ما يخصه. أتمنى وأشوف شنو نوع المخاطبات اللي يستخدمها ولدي، منو قاعد يتابعه، منو ربعه، شنو قاعد يكتب. هذه الأمور مطلوبة من ولي الأمر كونه هو المسؤول عن رقابة ابنه. فبالتالي هناك خدمة في بعض أولياء الأمور يقول لك هذه صعبة عليني أنا أشوف كل شيء وأبي أثق فيه وأبي أبني معاه جسر الثقة هذا. فبالتالي في هناك خدمات تقدمها الأنظمة مثل خدمات الـ iOS أو خدمات الأندرويد تساعدني في أني أنا أراقب طفلي. شلون أني أقدر أفعل ميز تسمى ميز القيود أو restrictions. هذه القيود تساعد ولي الأمر في أني أقدر يتحكم في ولده. أنا والله أحب اليوم ولدي يستخدم على سبيل المثال اليوتيوب لمدة ساعتين في اليوم. في إمكانية أن احنا نساعد ولي الأمر أن يجينا عندنا في الإدارة ونساعده في إعدادات هذه وإعدادات الخصائص هذه في أن نحمي ولده ونساعده ونفهمه شلون يمكن أن يستخدم هذه الخدمات اللي تساعده في التحكم على ولده وأن يراقب ولده مع كامل أريحية في أنه ما يمنعه من شيء. احنا عارفين في هذا الزمن صعب أنك أنت يعني تحرم عيالك من أدوات الذكية. هذا في جانب ما يخص الأجهزة النقالة. اليوم في عندنا عيالنا دائما نعرف أنهم عندهم البلاي ستيشن أو الأكس بوكس. من الأمور المهمة هي أني أنا أصاحب ولدي وأعرف منه أصدقائه اللي يكون في إضافتهم، أتأكد من الإيميل اللي خلقه عشان يقدر يخلق هذا الحساب هو إيميل يخص طفل أو عمر أقل من 18 سنة. فبالتالي هناك إعدادات من الشركات هذه نفسها تحافظ على الولد. هناك عدة أمور تخص في استدراج هذول الأطفال، يعني المناطق الأماكن هذه خطرة أو آلية استغلال الطفل تكون من عدة نواحي. على سبيل المثال يقوم بإضافة أشخاص ما يعرفهم وبالتالي بعدين يستدرجون إلى جروبات الواتساب، ومن ذلك من هذه الأماكن هذه الجروبات مطعمة بأشخاص يقومون باستغلال الأطفال جنسيا. فبالتالي ممكن اقتراب منه يغرره يقول له تبي رصيد أعطيك رصيد صور لي بهذه الوضعية خليني أشوف بهذه الآلية. فبالتالي هذه هي الخطورة في شيء. الخطورة ممكن فقط أن تكون في اللعبة نفسها، ممكن يتم استدراجها إلى مواقع أخرى. كذلك نوعية الكلام المستخدم في هذه الألعاب خصوصا ألعاب الأونلاين وألعاب الجيمينج، عدم تناسب العمري ما بين الطفل مع هذا الجانب. فبالضروري أن احنا نحافظ على عيالنا نراقبهم نعطيهم لكن نكون مع المراقبة بالمراقبة. صحيح. قد عمر ودي تكلمي على القضايا اللي قاعد توصلكم خاصة الأطفال. شو القضايا اللي الفعلية؟ ودي أنا أقول مثلاً والله القضايا قاعد وصلتني قضية أتكلم على قضية معينة أو قضايا مهمة أنت تشوفونها مهمة ودكم توصلون فيها رسالة. طبعاً بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية الأحداث في غالب الأحيان تينا مخاطبات من عندهم إنه والله في حسابات قاعد تقوم بنشر صور لأطفال. قانون حماية الطفل كذلك لازم نركز عليه أن نشر الصور لطفل معين بوضعيات معينة سواء كان لغرض دعاية وإعلان أو يطلعونه في السوشيال ميديا لغاية التكسب أو أن يكون أحد المشاهير على سبيل المثال أنه والله يطلع الطفل يخليه يكون مشهور. يجب الحذر من هذا الشيء. يعني قضايا كثير ترد عندنا أن يتم تصوير الطفل بوضعيات يكون أنه الطفل ما يقدر يعبر ويتم نشر صورة ووضعه في وضعيات ما تتناسب مع عمره. فهذا قانون الطفل وجد يحميه ويتم مساءلة الشخص اللي
يقوم بنشر مثل هذه الصور أو إدارة هذه الحسابات. فبالتالي نحن تعاوننا مع إدارة حماية الأحداث مستمر في مساعدتهم في التوصل إلى صاحب الحساب، وبالتالي تنسيق معهم لمناقشة الشخص ومعرفة سبب قيامه في هذه الأفعال وتوجيهه، إن كان هناك توجيه طبعا للنيابة العامة يتم إرسال النيابة العامة مع تحريات ضابط مباحث الأحداث. نعم. بالنسبة لقضايا الجيمز، ودي أتكلم على الجيم شوي، اللي هي دائما نشوف الأطفال خاصة في أعمار اللي هي من عندك مثلا من 6 سنين إلى 13 أو 12، هذه القضايا شنو قاعد توصلكم؟ من قضايا، أكثر قضايا الجيمز اللي تحصل عندنا هي قضايا الاختراق. الحين على سبيل المثال يتم الاتفاق معاه، يقول له والله أنا بشتري حسابك، أنا أبيك تبيعني حسابك، هو بيع عملية لهذه يسمونها بيع الأصول الافتراضية. في نهاية الأمر التحكم في الجيم أو البروفايل مالك يكون عن طريق الإيميل، فيتفق معاي يقول له أنا أشتري منك، كم تبيعني، أعطني الباسورد. يقوم الشخص يتفق معاي يقول له أوكي مبلغ الفلاني، يعطيه الباسورد ويعطيه هذا، وبالتالي يلاقي نفسه أنه حصل على بلوك وتم الاستيلاء على حسابه، ونلاقي صعوبة في بعض الأحيان أن نحاول أن نسترجع له حسابه فيما يخص الأونلاين جيمينج. هذه جزئية. الجزئية الثانية هي المساس بالكرامة أو السب القذف، استخدام المفردات الغير صحيحة والغير لائقة عبر الأونلاين. فبالتالي هذه هي الخطورة وأكثر القضايا اللي احنا ترد عندنا بالتنسيق طبعا مع إدارة حماية الأحداث. المقدم عمار، كلمة تحب توجهها أو رسالة تحب توجهها من خلال تواجدنا وياك اليوم لأولياء الأمور أو المواطنين والمقيمين بالنسبة للقضايا اللي قاعد ترد لكم بشكل عام؟ والله بشكل عام اللي أحب إحنا ننصح فيه السادة المشاهدين، أهم شيء هو الالتفات إلى أهمية الحفاظ على السرية والحفاظ على البيانات الخصوصية، وبالتالي كذلك الإيميل. الإيميل هو يعادل مثل ما نقول الرقم المدني، الإيميل أدرس هو الأساس. إذا تم الوصول حق الإيميل أدرس من كان أني أنا أخترق باقي جميع مواقع التواصل الاجتماعي. من المهم أيضا الالتفات إلى جزئية حماية البيانات البنكية كذلك. يعني اليوم واحد يتصل علي يقول لي والله أنا بحدث بياناتك البنكية، معك البنك الفلاني، معك كذا، يجب الحذر من هذه الرسائل أو هذه الاتصالات الوهمية، أو إن كانت اتصالات من أرقام كويتية في بعض الأحيان، لكن المهم في ذلك هو معرفة الاتصالية عن طريق خدمة الواتساب على سبيل المثال. فنخلي بالنا من هذه الجزئية، ما نتعامل مع هذه الأرقام ولا نقوم بمشاركة أي بيانات خاصة في الأمور البنكية كرقم البطاقة البنكية، الـ OTP على سبيل المثال. كل هذه الأمور يجب المحافظة عليها والمحافظة على خصوصيتنا. بالنسبة لعيالنا نراقبهم، نستخدم خدمات المراقبة، برامج مراقبة الأطفال، وهذه كلها متاحة وموجودة عندنا في سواء الإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في قسم المسؤولين عن الشكاوي والبلاغات، وكذلك موجودة في خدمة الواتساب، موجودة الرد التلقائي راح يكون موجود، بإمكانك التواصل معاه إذا ما كنت حابتي، راح تلقى فيه منشورات تتبع فيها خطوات معينة في كيفية تفعيل هذه الخطوات سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. في نهاية فقرتنا اليوم كل الشكر لك المقدم عمار الصراف من إدارة الجرائم الإلكترونية، ويمكن أنا يمكن الكلام اللي كان موجه إلى أولياء الأمور وخاصة في حماية الطفل، دائما عارفين إحنا الطفل يعني ما عنده الإدراك لبعض ضعاف النفوس اللي يستغل هذا الطفل. يمكن أنا في بداية الفقرة نبهت يعني انتباه أولياء الأمور لهذا، لحماية أطفالهم، لأطفالهم يعني أمانة خاصة من بعض استغلال أو بعض الناس اللي موجودة ضعاف النفوس اللي يستغلون من براءة الطفل في إغراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على النصائح اللي وجهتها لجميع أخواننا المواطنين والمقيم. كل الشكر لك المقدم عمار. عالي سيدي، وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى على استضافتنا، وإحنا في خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. اليوم حلقتنا كانت موجهة، كانت فيها رسائل توعوية خاصة إلى المواطنين والمقيمين من خلال الجرائم الإلكترونية اللي قاعد نشوفها في الآونة الأخيرة. كثير من الجرائم وكثير من الأمور اللي قاعد تمر، وكثير من الناس يقولك أنا والله ما وصلتني رسالة أو أنا ما أعرف شنو هذا الموضوع. فمن خلال اليوم حلقتنا بالجرائم الإلكترونية حاولنا نوضح لإخواننا المشاهدين أهم هذه الجرائم، وشلون تتحصن نفسك من خلال المواقع التواصل الاجتماعي من خلال الواتساب، شلون تحمي حساباتك، ويعني حاولنا نغطيها في هذه الحلقة. وكل الشكر لكم، والتقي معاكم في الأسبوع القادم. لكم مني أجمل تحية، ومع السلامة. أنا أهل الأمان.
أنا أبدع وأرتاح أنت المعينة والله يعني شأنها أنت الكويت مالها والله يعني شأنها أنت الكويت مالها والله يعني شأنها الغايتي عنوانها الله الوطن الأمين الغايتي